مساء الخير الأخوة الأعزاء، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير، بتمنى تكونوا بصحة، وبتمنى إن الفترة اللي جاية إن شاء الله من خلال التدريب على جهاز الأشعة المقطعية إن شاء الله نقدر نتبادل ما لدينا من معلومات وخبرات في جهاز الأشعة المقطعية. الشكر موصول للأستاذ الدكتور ممدوح محفوظ وجمعية عينين الأشعة ودورها الرائد في إنها بتوصل المعلومة للارتقاء بمستوانا ومستوى أدائنا في خدمة المريض، أيا كان بنقدمه في مستشفى أو في مركز أشعة أو في جامعة أو في أي قطاع حكومي أو غير حكومي. الشكر كمان موصول للأستاذ علاء والأستاذ سيد لعمل الترتيبات اللازمة عشان نقدر نطلع ونقدر نحضر المادة دي لحضراتكم ونقدمها لكم بشكل طيب وفق الجدول اللي إحنا حاطينه. التدريب بتاعنا إن شاء الله هيكون تدريب له جزئين رئيسيين. الجزء الرئيسي الأول هو الجنرال انفورميشن أو البيزك، وده بناخد فيه مفاهيم عامة عن الأشعة المقطعية وكل التفاصيل اللي مهمة تكون موجودة لدى كل الإخوة الأعزاء اللي هيتابعونا عشان يقدروا نبني عليه كل الشغل اللي هيجي بعد كده. اسمحوا لي أعمل سكرين شير وأحاول أوصل لكم الفكرة إيه اللي هنعمله الفترة الأولى، وبعد كده الفترة اللي بعديها إن شاء الله هنعمل إيه. أتمنى تكونوا شايفين الشاشة. بنقول جنرال بيزك أوبجيكتيفز، ودي الموضوعات ان شاء الله هنقدمها لحضراتكم. بنعرض فيها الاغراض التدريبيه للجزء الاولاني اللي هو الجنرال او البيزك الفتره اللي جايه. الجزء الاول بنتكلم على سيتي تكنولوجي، مقدمه عامه. السيشن دي هتبقى عباره عن 4 محاضرات لمده ساعتين. اول جزء فيها بنتكلم على السنجل سلايس سي تي سكان والام دي سي تي او مالتي رو ديتكتور سي تي سكان، ديفرنسز وادفانتجز، ايه الفروقات وايه المزايا وايه العيوب اللي ممكن تكون موجوده. السمارت كير والشور تكنولوجيز، ودي موجوده لدى مصنعين اجهزه الاشعه المقطعيه اللي فيها بيقدموا بعض المعاينات عشان تساعدنا في الفحوصات اللي احنا بنعملها للمرضى عشان نقدر نحقق دقه عاليه في التشخيص. البروتوكولز بتاعت الام دي سي تي، واحنا دلوقتي حاليا في الايرا بتاعت الام دي سي تي مالتي رو ديتكتور، بتاعت البارامترز بتاعت الفحوصات عموما وفي الانجو وفي الفيزيك ستاديز، هنتعرف على كل البارامترز دي، وهنتكلم على اللو كي في فيرسس هاي كي في سي تي سكانز، وايه هي الانديكيشنز اللي بنستخدم فيها اللو كي في سكانز او الهاي كي في سكانز. المحاضره الثانيه او الجزء الثاني، مش المحاضره الثانيه، الجزء الثاني هنتكلم على السيتي دوز والدوز اوبتمايزيشن. هنتكلم في المحاضره في الجزء الثاني ده عن المحاضره عن الفاندمنتالز بتاعت الادريشن بيزكس، يعني الحاجات الاساسيه للمعلومات الاساسيه فيما يخص الاشعاع والاشعه. الموضوع الثاني هنتكلم على ازاي نحسب الجرعه اللي بياخدها المريض، الادريشن دوز كالكوليشنز، وهي القيم اللي جهاز الاشعه المقطعيه بيديها لنا بعد انتهاء الفحص. وهنتكلم بعد كده على التكتيكات والتقنيات اللي ممكن نستخدمها عشان نقدر نعمل اوبتمايزيشن او نعمل تكون جرعه الاشعه اللي بياخدها المريض تكون جرعه قياسيه، بمعنى انها تتناسب مع حجمه مع الفحص مع التفاصيل اللي احنا محتاجين نوصل لها. وهنتكلم على حاجه اسمها سبيد بولس ابلكيشنز. والسبيد بولس ببساطه هي فكرتها احنا عاده بنحقن صبغه وبنصور في وقت معين، هنشوف ازاي احنا ممكن نحقن صبغه بطريقه منفصله ونصور في وقت متاخر يقدر يديني كل الاطوار بدل ما اعمل فحص مالتي فيز ممكن في ران واحده بعد الحقن بالطريقه اللي احنا نتعلمها، نقدر نطلع صوره فيها كل الاطوار من غير ما نعرض العيان لاشعه. الجزء الثالث هيتضمن برضو 4 5 محاضرات. هنتكلم على اول حاجه الدول انرجي والسبكترال سي تي، وهنتكلم على البادي بيرفيوجن، وهنتكلم على بودي perfusion including body including cerebral الاثنين. هنتكلم على حاجه اسمها الترا هاي ريزولوشن سي تي، هناخد فكره عن ايه هو الهاي ريزولوشن سي تي، بعد كده نتكلم على الترا هاي ريزولوشن سي تي، وبعد كده هنتكلم على الفوتون كاونتنج سي تي، وهي التقنيه اللي بتقدمها بعض الشركات
بأجهزة أشعة مقطعية، الطريقة بتاعتها وإدارة الفحص ومعالجة الصور ونوع الكاركترز مختلفة عن النوع التقليدي. وآخر حاجة هنتكلم على دور الذكاء الاصطناعي، الرول اوف اي اي في الكمبيوتر في مصر. يعقوب، ده هيبقى في اللقاء الرابع، هيبقى اللقاء هاندز اون، هيبقى لايف او هيبقى انتر اكتيف، وفي هنعرض فيه الصور في اجهزه الاشعه المقطعيه، الفحوصات، بعض الفحوصات، وايه البوست بروسيسنج اللي ممكن نعمله في فحوصات الاشعه المقطعيه عشان ناخد فكره تطبيقيه لكل اللي احنا قلناه الى الان. دلوقتي هقدم المحاضره الاولى اللي نتكلم فيها. المحاضره الاولى بنتكلم فيها على السنجل سلايس والمالتي سلايس. هنتكلم عن سي تي تكنولوجي. هنتكلم على الهيستوري بتاع السنجل سلايس والمالتي رود تكتل سي تي اللي هو ام دي سي تي، وهنتكلم على الام دي سي تي والسنجل سلايس سي تي، ايه الفروقات وايه المزايا وممكن تكون ايه الصعوبات او ايه ممكن تكون الحاجات اللي هي مش مناسبه او يعني تكون سلبيه شويه في المالتي سلايس زي ما نتكلمها. الصوره دي بتوري جودفري هانسفيلد، سير جودفري هانسفيلد، هو اللي اخترع جهاز الأشعة المقطعية زي ما شايفين. هو ده جهاز الأشعة المقطعية، وكان بيعمل بس فحوصات للدماغ أو للرأس، بنقول فيه إن كمبيوتر توموجرافي انتروديوس في السبعينات، وحصل فيه طفرة كبيرة وعمل ثورة كبيرة في التشخيص الشعاع. وأول جهاز يستخدم الكمبيوتر كان هو جهاز السي تي سكان، الكات سكان. السي تي بيعتبر هو العمود الفقري للأشعة، وفي البرزنتيشن هنعمله دلوقتي هنحاول نعرض لكم كل الاجيال بتاع اجهزه الاشعه المقطعيه من الاوائل لغايه الاخر عشان نبقى فاهمين التطور بتاع جهاز الاشعه المقطعيه مشي في انهي اتجاه. البرنسبلز او المبادئ العامه في الاشعه المقطعيه ان في عندنا مصدر اكس راي، والمصدر الاكس راي ده بيبقى فيه حاجه اسمها لوكال اكس راي اتينويشن كوفيشنت. يعني لوكال اكس راي اتينويشن يعني جسمنا بيتكون من بعض العناصر المختلفة، إذا كانت نسيج رخو، إذا كانت عظم، إذا كانت هواء، إذا كانت سوائل موجودة في جسمنا. كل واحدة من دول لما تتعرض لأشعة وبتمر فيها الأشعة ليها قدرة إنها تعمل نوع من أنواع إضعاف الأشعة. طبعا كل ما يكون العنصر اللي بيتصور كثيف وكثافته عالية زي العظم زي ما كلنا عارفين، هيبقى الاكس راي اتنويشن عالي جدا، وبالتالي يبقى لون العظمه في الصوره هيبقى لونه ابيض. ولما يكون الاكس راي اتنويشن بيكون قليل تبقى الصوره قدامنا بتبقى مياله اكتر للغام او للاسود، السوفت تيشو لونه رمادي، الفات لونه رمادي اكتر، اغمق اكتر شويه من السوفت تيشو، وبعد كده عندنا الهواء بيبقى لونه اسود. الاتنويشن دي بتترجم لمدرج رمادي اسمه جراي سكيل فاليوز، هي دي اللي بتبان في الصوره. الماتريكس اللي بنصور بيه الاشعه، يعني الصوره اللي احنا بنشوفها على جهاز الاشعه المقطعيه دي، الاكوزيشن ماتريكس بيكون عاده 512 في 512 بكسل. يعني لو خدت الصوره قسمتها لنقاط صغيره 512 نقطه في الاكس اكسس والواي اكسس، والاكس اكسس هو اللي بيمشي من اليمين لليسار في الصوره، والواي اكسس هو اللي بيمشي من اعلى لاسفل الصوره. يعني عين لو نايم على ظهره وبيتصور يبقى من اليمين للشمال ده الاكس اكسس، ومن امام الى الخلف ده الواي اكسس. عشان نحسب اللوكال اكس راي اتنويشن، الاكس راي ابزوربشن بيتقاس مع النارو اكس راي بيمز. انتوا عارفين الفرق بين جهاز الاشعه المقطعيه، احد الفروق بين جهاز الاشعه المقطعيه وبين جهاز الاشعه العاديه، ان جهاز الاشعه المقطعيه بيدينا بيم رفيع جدا هو ده اللي بنصور بيه الشرايح، المقاطع، السلايسز. ولكن الاكس راي اللي بتطلع من الاكس راي تيوب في جهاز الاكس راي العادي او حتى جهاز الماموجرافي، بيطلع الاكس راي بتبقى كبيره كده ومفروشه ومفتوحه، التاني بيكون رقيق على قد المقاطع اللي احنا هنعملها. مالتيبل لاين انتجرز اكروس ان اوبجكت كان بي اكواير باي ترانزيشن اوف نارو اكس راي بيم، بمعنى ايه؟ بناخد اكس راي بالطريقه دي، وبعد كده التيوب بتلف وبتعمل اكس راي ثانيه، فبيبقى في خطوط ثانيه،
تلف شويه كمان تاخد في الثانيه، وده المنظر اللي بيبقى شبه منظر الكنفاه اللي بنشوفه على ظروف مراكز الاشعه والمستشفيات مع افلام الاشعه المقطعيه، انه بيكتبوا الشركه الفلانيه او المركز التصوير الفلاني وتلاقي فيه خطوط بالطول وبالعرض وبالميل، هو ده منظر الكنفاه اللي جهاز الاشعه بيعمله عشان يطلع في الاخر الصوره اللي كلنا بننتظرها من جهاز الاشعه المقطعيه. اللي انا عايز اوصله دلوقتي انه الدنسيتي بتاعت كل نسيج بيعتمد على هو احنا بنقيس ايه؟ وزي ما انتم شايفين في الصوره دي صوره برين سلايس في البرين، وفي عندي دايرتين، دايره محطوطه في الفنتريكل وقايسه قياس معين، ودايره ثانيه محطوطه قريب من البرين تيشو او نسيج المخ ومديها قياسات معينه، وهنا مثلا متوسط انه الافرج هنا بالهاوسفيلد يونت مكتوب 5، والافرج هنا في الهاوسفيلد يونت مكتوب 23. وفي الجدول ده بيبين الكثافات اللي هي متعارف عليها في الاشعه المقطعيه ايا كان الجهاز، ايا كان المصنع، ايا كان السنه اللي صنع فيها الجهاز، القيم دي قيم ثابته متعارف عليها. الهواء ناقص 1000، النسيج الرئوي او اللنج ناقص 500 هاوسفيلد يونت، الشيو دي بنشوفها كتير قوي، الفات من ناقص 100 لناقص 50، الميه صفر، السي اس اف 15، الكلى او الكيدنيز 30، البلاد من 30 ل 45، المصل من 10 ل 40، الجراي ماتر والوايت ماتر، وفي البرين الجراي ماتر بيبقى لونه فاتح والوايت ماتر بيكون لونه غامق، الجراي ماتر كثافته من 37 ل 45، الوايت ماتر من 20 ل 30، الليفر من 40 ل 60، السوفت تيشو او الكونتراست 100 لغايه 300، والبون بلس 700 ده الكانسلس بون اللي هو العظم الاسفنجي اللي هو جوه الفقرات مثلا او جوه العظم بتاع الفيمر او اليومرس، والدانس بون او الكورتكس بيقيس 300 3000 هاوس. ده الجنريشن الاول، الصوره دي بتبين الجنريشن الاول لجهاز او جهاز اشعه مقطعيه تعليم. ترانسليتنج اكس راي تو اميتنج بنسل بيم، يبقى اول حاجه في عندي بيم عباره عن بنسل زي القلم وقدامه ديتكتور واحد. الاكس راي تيوب بتتحرك من مكان تطلع اكس راي، تتحرك مكان تاني تطلع بنسل تاني، بنسل ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن. بعد ما توصل للبوزيشن ده تعمل لفه صغيره وتعيد الكره كمان مره من بوزيشن 8 لغايه بوزيشن 1، اكس راي اكس راي اكس راي. ده الفيرست جنريشن بيتقال عليه ستارتنج مع سير جودفري هانسفيلد، ده احنا ودرينا صورته قبل كده، دي كانت الفكره بتاعت الاي ام اي مارك 1، هو ده كان الفكره بتاعت اول جهاز اشعه مقطعيه. زي ما انتم شايفين كان في حدود كتير، والدليل على كده ما قدرناش نصور غير الهات. اوكي؟ غير الهات. والاسم بتاع الجهاز عموما او التكنولوجي اسمها ترانسليت اند روتيت، ترانسليت يعني ديسبليسمنت يعني حركه، وروتيت يعني تلف. بنعمل ترانسليت اكس راي نقرا اكس راي نقرا اكس راي نقرا اكس راي نقرا، ثم نعمل روتيشن للتوب اكس راي نقرا اكس راي نقرا اكس راي نقرا، ونبتدي نشكل المنظر اللي هو الكرفان اللي احنا قلنا عليه اللي هديه في الاخر صوره العضو اللي احنا بنصوره في الحاله دي هي صوره البرين. المنظر بتاع الاكس راي حطيناه قدامنا، ده الدايجرام اللي ورينا فيرست جنريشن، وده بيقول في نارو بنسل بتاع الاكس راي و 1 او 2 ديتكتورز، هم دول اللي بيمشوا مع الاكس راي، الاكس راي بيم اللي طالع من الاكس راي تيوب، وبيتحرك بعد ما يخلص اللفه كامله حوالين الاورجن يبتدي يتحرك في الزد دايركشن. انا من شويه قلت ان في عندنا اكس اكسس يمين لشمال الصوره، واي اكسس من اعلى لاسفل الصوره، والزد اكسس هو الاكسس المحوري اللي هو من راس العيان نزولا او من رجل العيان صعودا. ده اسمه الزد اكسس. The measurement value of each projection were acquired sequentially by linear shift of X-ray tube and detector. قلنا عليه بيتحرك كده linear، وبعد كده نلف. اوكي. ده الترانسليت، وبعد كده نعمل روتيت ونعمل ترانسليت تاني ونروتيت ترانسليت تاني. بعد rotation of the measurement system by small angle 1 degree to measure the next projection. ده معناه انه كل درجه بيقيس، كل درجه يبعت اكس راي وديتكتور يقرا، اكس راي وديتكتور يقرا. بالمنظر ده. ودي صوره ثانيه بتوري نفس الفكره عشان ناخد فكره، لو يمكن الدياجرام اللي فات ما كانش سهل. ادي دياجرام ثاني بيورينا ادي المصدر بتاع الاكس راي تيوب موجود اهو، و
الديتكتور موجود تحت، ويبتدي يعمل يقطع الخطوط اللي احنا قلنا عليها، ثم يعمل سنت روتيشن ويبتدي يقرا ارينا 1 2 3 4 5، يبتدي يقرا بعد كده 5 4 3 2 1، ثم يلف لك كمان يقول 1 2 3 4 5. ده الفيرست جنريشن اسمه روتيت اند ترانسليت. الجنريشن الثاني اتغير فيه حاجتين مهمين. اول هام الاكس راي تيوب بقت اكبر وبتطلع مش بيم زي بنسل، ولكن بنطلع حاجه اسمها فان بيم، والفان بيم بدل ما كانت قلم اتحولت الى فان بيم تقريبا 10 درجات زي ما مذكور هنا 10 درجات. بنفس الطريقه تتحرك ثم تلف ثم تتحرك ثم تلف. والديتكتورز موجودين تحت اهو، مش واحد ولا اثنين، اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، عدد الديتكتورز كبر شويه لانه بدل ما كان بنسل بقى فان بيم. وبالتالي النكست سكند جنريشن وير بيزد على سيم ترانسليت روتيت برنسبل، ولكن السنجل ديتكتور اتغير باري حوالي 30 ديتكتورز بتغطي الفان انجل اوف ابروكسيمتلي 10 ديجريز، يعني الحته اللي تحت دي في 30 ديتكتور بيقروا الاكس راي اللي طالع من الاكس راي تيوب من خلال الفان بيم اللي هي 10 درجات. ادي صوره السكند جنريشن. از كونسيكونس ذا اكوزيشن تايم يعني زمن الفحص للسلايس الواحد نزل الى 18 ثانيه، وده كان يعتبر وقتها نقله كبيره خالص، لان وقتها على الجهاز الاولاني الصوره الواحده كانت بتاخد دقائق، السلايس الواحد كان بياخد دقائق. سكند جنريشن سي سكان وير سنجل سلايس سيستم، طبعا مالتيبل تكتورز ان ذا ثرو بلين دايركشن was already implemented in the first CT scanner generation were eliminated from most scanner designs until the recent resurgence of multi-slice. يبقى من حيث المبدأ ما قدرش السكند جنريشن يكمل فترة طويلة لأنه الكفرج صغير جدا وعدد الديتكتور قليل جدا، وده يقودنا إلى الجنريشن الثالث. والجنريشن الثالث هو ده الجنريشن الأهم. عندنا اكس راي تيوب بتلف، الفان بيم اتحولت من 10 درجات من 45 ل 55 درجه، والديتكتور وصلنا بقى عندنا 600 700 800 900 ديتكتور. يعني بدل ما نتكلم على 4 5 ديتكتور او 20 ديتكتور او 30 ديتكتور، دخلنا في ارقام كبيره جدا. والديتكتور دي تبقى مقصوصه من على الديتكتور احنا شايفينه من وان سايد للسايد الثاني، ودي اللي بتلف مع التيوب عكس بعض عكس بعض عشان تدينا صوره سلايس واحد. الموست كومن سيتي سكان توداي هم كلهم ثيرد جنريشن، حتى المالتي سلايس احنا بنشتغل عليه دلوقتي هو ابن شرعي رسمي للجنريشن الثالث، وبنسميه مش روتيت ترانسليت، بنسميه روتيت روتيت. ما بقاش بقى في فكره الترانسليشن، الترانسليشن بس هي دلوقتي بقت الحركه بتاعت الترابيزه، لكن ما فيش ترانسليشن. ترانسليشن معنى ايه؟ ان ما كانش الاكس راي تيوب بتتحرك من نقطه لنقطه لنقطه على نفس الخط وبعد كده تميل وتحدد النقاط تاني، لا ده احنا دخلنا في مرحله انه احنا بنلف لفه كامله، وفي اللفه الكامله دي بنطلع صوره عشان كده سموه روتيت روتيت. ادي الصوره بتاعت الجنريشن الثالث، بنقول الفان انجل ما بقتش 10 درجات، بقت من 45 ل 55 درجه، وقدرنا نعمل فحص الجنريشن الثالث ده. خلينا نقدر نعمل فحص كبير، يعني قصدي الفيلد فيو بتاعنا السكان فيلد فيو وصل ل 50 سنتي، وفي بعض الاجهزه اللي هي خاصه بعلاج الاورام قدرنا نعمل اكستندد فيلد فيو بيوصل ل 70 و80 و90 سنتي كقطر للفحص او المنطقه اللي احنا بنفحص. البروجكشن was no longer built up by sequential measurements requiring translation of detectors. مفيش ترانسليشن. ليه مفيش ترانسليشن؟ لانه الديتكتور بقى كبير، الديتكتور بقى مغطي الجسم كله، مش محتاج ان انا اتحرك عشان امشي بالديتكتور من حته لحته، الديتكتور كله موجود. في عندنا 700 ل 900 وحده كواشف موجوده بتلف عكس التيوب، ومع كل اكس راي تيوب الكواشف دي بتقرا. الجيل الرابع عملوا ديتكتور بشكل دايره كامله 360 درجه. انتوا عارفين الديتكتور، الماده بتاعت الديتكتور والتكنولوجي والدس اللي بيجمع الداتا اللي جايه من الديتكتورز غالي جدا جدا. فالاكس راي تيوب موجوده، الديتكتور 360 درجه حوالين العيان، العيان بيخش جوه الجانتري وتشوف بميل معين بتشعل الاكس راي وهي بتلف. كل الديتكتور شايفينكم حضراتكم داير ما يدور، كل دول بيتعرضوا للاكس راي وكل واحده منهم بتقرا الداتا اللي هي ارض. يبقى الديتكتور هنا ما بيلفش عكس التيوب، الديتكتور هنا ثابت، الكواشف هنا ثابته، التيوب بس هي اللي بتلف، بناخد مقطع ثم مقطع ثم مقطع،
الفور جنريشن يوتلايز وايد فاير بيم انجل وروتيتنج اكس راي توب، ولكن الاري بتاع الديتكتورز دول ثابتين ما بيتحركوش حوالين المريض بالكامل. ده بيخلينا نقدر نعمل فحص بسرعه جدا، ولكن بنقلل زمن الاكوزيشن، ولكن جوده الصوره وغلو التكنولوجيا بتاعه الكواشف وغلو الكواشف ما قدرش ان يخلي الجيل الرابع ده ان يستمر فتره طويله، لانه الكوست عالي جدا جدا، وبرضه نمبر اوف اليمنتس التكسس كانوا عاليين جدا، وده عمل مشاكل اكتر ما عمل ثوائب. وكمثال كاكزامبل فوكس بوست بيشنت كوليميترز اللي هو النيد ديتكتور تو سبريس كاثيدر اديشن كود نوت بي يوز. ودي بقى هي المشكله، هوصل لكم حاجه مهمه. في الاكس راي تيوب، وبعد كده في سبيس، وبعد كده في المريض، وبعد كده في سبيس او مكان او مساحه، وتحتيها في ديتكتور. بين الاكس راي تيوب وبين البيشنت في حاجه اسمها بري بيشنت كوليميتر، والبري بيشنت كوليميترز دول دورهم انه يهذبوا الاكس راي بيم عشان ما يكونش فيه سكاتر كتير، وفي نفس الوقت كمان يفلتروا الانرجيز العاليه قوي والانرجيز الواطيه قوي عشان يخلوا الاكس راي بيم يكون متجانس او هوموجينيس. بعد ما الاكس راي بتعدي في العيان قبل الديتكتور في حاجه اسمها بوست بيشنت كوليميتر، وبرضه بتعمل على ايه بقى؟ السنجل سلايس الكوليميترز دي هي اللي بتحدد السلايس ثيكنس، الكواشف طولها ثابت في الزد اكسس هي طولها 10 مللي. لما نيجي نقول عايزين نعمل فحص مثلا للساينس 3 مللي، الكوليميترز دي تيجي وتقفل على الديتكتور هو 10 مللي، تخلي بس 3 مللي هم اللي بتقفل. لما تقفل 3 مللي نقول ده سلايس ثيكنس 3 مللي، يبقى ده اسمه بوست بيشنت كوليميتر. طبعا البوست بيشنت كوليميترز في حاله اللي هي الديتكتورز اللي هي 360 درجه في الجيل الرابع كانت صعبه قوي انها تتحقق، وبالتالي مشاكل السكاتر راديشن ومشاكل الانرجيز المختلفه في الاكس راي بيم خلت الصوره ما تبقاش بجوده عاليه، في سرعه في الاكوزيشن ولكن ايمج كواليتي والريزولوشن اقل. دول الاربعه جنريشنز قلنا بنعمل روتيت ترانسليت، وبعد كده كبرنا الديتكتورز خلينا فيه 4 5 30 ديتكتور، وبرضه فيها نسبه ترانسليشن عشان نغطي الجسم كله. دخلنا في الجيل الثالث وقلت من فضلكم الجيل الثالث ده اهتموا بيه، لان هو ده اللي هنتكلم عليه من هنا لغايه لما نخلص التريننج، كل شغلنا هيبقى على الجيل الثالث والمالتي دكتور سي تي بتاع الجيل الثالث، وده الجيل الرابع. الجيل الخامس، قبل ما اخش على الجيل الخامس، في عندنا هنتكلم على انه كنا بنشتغل بالاجهزه بتاعت الجيل الثالث، بنشتغل سيكوينشال يعني ايه؟ يعني ناخد دايره حوالين العيان، ثم ترابيزه بتتحرك في الزد اكسس، وناخد مقطع بعديه وبعديه وبعديه. ومع وجود الثيرد جنريشن اللي هو روتيت، وصلنا ان احنا نقدر نعمل فحوصات اسمها سباين. ليه؟ لانه السيكوينشال كنا بناخد 1 روتيشن حوالين العيان 360 درجه، ثم الترابيزه تتحرك، ثم ناخد روتيشن واحده كمان الى اخر وقت ما نخلص الفحص. والفحص طبعا كان بياخد وقت طويل. مع السبايرال بقينا نعمل اكوزيشن، الاكس راي تيوب بتلف على طول والتيبل بتتحرك على طول، وبالتالي بتديني منظر في الاخر، منظر يتقال عليه منظر حلزوني او اهبليجي او سبايرال او هيليكال، والداتا دي بتتاخد والجهاز الكمبيوتر بيعالجها عشان يديني مقاطع مش مائله زي ما خدناها بالاكوزيشن. الجهاز بيعمل حاجه اسمها الجوريزم او انتربوليشن، والانتربوليشن دول في السنجل سلايس وقتيها كان عندنا حاجه اسمها 180 ديجريز انتربوليشن وحاجه اسمها 360 ديجريز انتربوليشن، وهنبقى نشرحها يمكن لو جت فرصه، ولكن مش هتفرق معانا دلوقتي لانه كل الاجهزه الموجوده اجهزه مالتي سلايس، ما بقاش في بقى الانتربوليشن هي 180 او 360. وادي الهيليكال بيوريني الفرق ما بين التيبل ترانسليشن مع الاكس راي تيوب روتيشن، بيديني منظر هيليكال، وده بيبين هيليكال سكانز او سبايرال سكانز اللي بنستخدمها في الفحوصات لغايه دلوقتي. السبايرال والهيليكال، السبايرال والهيليكال هنا كاتب لكم كلمه بالخط الاحمر بتقول سليب رينج تكنولوجي. السليب رينج تكنولوجي دي حاجه مهمه جدا جدا، هي اللي ادت امكانيه ان احنا نقدر نشتغل هيليكال. ليه؟ لان قبل السليب رينج تكنولوجي لما كنا بنشتغل على روتيت ترانسليت او روتيت القديم اللي ما كانش بيعمل سبايرال، كان بيعمل ايه؟ الاكس راي تيوب بتلف لفه واحده
وبعد كده عشان الكابلات الموجوده اللفه اللي بعديها تعملها بالعكس، وبعد كده تعمل لفه، وبعد كده تعمل لفه بالعكس. السليب رينج تكنولوجي هي اللي ادت امكانيه انه يكون عندنا حلقه من الماده موصله جيده للكهرباء وموصله جيده للداتا، انه نقدر نوصل كهرباء للتيوب بشكل دائم وناخد داتا من الديتكتورز بشكل دائم، لان هي حلقه موجوده والتيوب بتلف في هذا الاوربت في هذا الافق، بتلف عكس الديتكتور، وبالتالي في اكس راي دايما متوصل، في قصدي باور عالي متوصل للتيوب عشان تقدر تطلع الاكس راي، وفي كابلات عماله تقرا بتقرا من الديتكتورز عشان تقرا الداتا اللي بتتعمل. This removes the need of power and signal cables which would otherwise have to be rewound after between scans. Rewound يعني ايه؟ يعني نعمل acquisition وبعد كده نرجع تيوب للمكان الاصلي، نعمل acquisition وبعد كده نرجع تيوب للمكان الاصلي، مش محتاجين نعمل ده. وبالتالي السليب رينج تكنولوجي الفانكشنز تو الاو ذا ترانسفير اوف الكتريك انفورميشن اند باور بتوين الروتيتنج ديفايس اند اكسترنال كومبوننتس. الروتيتنج ديفايس هم مين؟ الديتكتور والتيوب. والاكسترنال كومبوننتس هم مين؟ هنشوفهم كمان شويه، هي الكومبوننتس اللي بتقرا وبتجمع وبتعمل كنترول للحركه بتاعت التيوب اثناء الدوران. They are used in helical CT scanners among other applications. In this setting, they allow image acquisition without progressive twisting of cables as the scanner rotates. يعني ان الفكره في الاساسيه زي ما قلت انه عندي حلقه، الحلقه دي فيها ماده موصله جيده للكهرباء او للداتا، وفي عندي فرشه اسمها البرش، هي دي اللي دائما توصل الداتا او توصل الكهرباء للتيوب او تجمع الداتا وتاخدها. وبان اكتر في الصوره دي لو بصينا على السليب رينج، ادي التيوب، ادي جسم العيان، ادي الديتكتور، عندنا هاي تنشن باور سبلاي، هتروح لمين الهاي تنشن باور سبلاي؟ للتيوب. وعندنا الديتكتور داتا كولكشن بتاخده بالاحمر، وطول ما احنا بنلف الداتا بتتجمع، وطول ما احنا بنلف الكهرباء واصله للتيوب عشان تطلع اكس راي. الفيد جنريشن ده مختلف خالص عن اللي قلناهم قبل كده، ليه بقى؟ ما عنديش اكس راي تيوب، عندي حاجه اسمها الكترون جان. الكترون جان ده عباره عن زي بندقيه او بندقيه، البندقيه دي رسالتها في الحياه انها تطلع الكترونات. نفس الفكره بتاعه الاكس راي تيوب ولكن بتطلع الكترونات، وبعد كده في عندنا الكترون بيم، والمنطقه دي هي اللي بتعمل مع المجال المغناطيسي الموجود هنا يعمل نوع من انواع الانحراف للالكترونات. تيجي الالكترونات تخبط في التارجت عشان تطلع اكس راي، وتعمل اكس راي كوليميشن، وتلف عن طريق الماجنتيك فيلد الموجود او الماجنتيك كنترول ده ان تخلي البيم بتاع الالكترونات يمشي ويميل ويعمل لفه حوالين العيان. الله 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 الله. اللفه اللي حوالين العيان باستخدام الالكترون جان 50 ملي ثانيه. طب احنا دلوقتي في الاشعه المقطعيه الفحوصات بتتعمل على نص ثانيه او 0.4 او 0.7 او 0.8، ازاي نقدر نوصل ل 50 ملي ثانيه يعني 0.05 ملي ثانيه؟ لانه هنا ما فيش جزء ميكانيكي محتاج انه الاكس راي تيوب والديتكتور يلف حوالين العيان. الاكس راي ديتكتور تقال جدا عشان يلف حوالين العيان، بياخدوا وقت، حتى لو كان دايركت درايف وحتى لو كان بان درايف، كل التكنولوجيز اللي بنلف بيها حوالين العيان الديتكتور والتيوب مع الالكترون جان مع الجهاز اللي اسمه اي بي سي تي الكترون بيم سي تي، قدرنا نعمل روتيشن كامل حوالين العيان في حوالي 50 مللي ثانيه. وده اللي خلى نقدر في الفتره اللي طلع فيها الجيل الخامس ده انه مستر اجاكستون يعمل حاجه اسمها اجاكستون سكور كالسيوم سكور، يعني قدر يعمل فحوصات للقلب وهو بيعمل روتيشن حوالين القلب في 50 مللي ثانيه، لكن القلب ما بيتحركش. وعشان كده كل الداتا بتاعت الاجاكستون سكور بتاعت الكالسيوم سكور اتبنت على الاي بي سي تي، وبعد كده اتطبقت على الاجهزه اللي جت بعد كده اذا كانت 4 سلايس او 16 سلايس او 32 او 64 الى اخره. ده اللاي اوت بتاع اي جهاز اشعه مقطعيه. عندنا الجهاز هنا الحته دي اسمها الجانتري، التيبل توب، والتيبل توب ده اللي بينام عليها العيان مع الهيد ريست او مع الفوت ريست، وبعد كده عندنا المنطقه دي بتبقى حديد او طوب مرصص والازاز بيبقى مرصص عشان ما ياخدش اشعه، وبعد كده عندنا هنا الترانسفورمر او الترانس، وعندنا هنا الكنترول والمونيتور والكيبورد والكنترول روم بتاعه السي تي سكان.
ده صوره لجهاز الاشعه المقطعيه من الداخل ايا كان نوعه. عندنا اكس راي 2، وعندنا ديتكتور، وعندنا داتا ميجرمنت سيستم، دي بتجمع داتا من ديتكتورز بيطلع منها داتا. عندنا هاي فولتج جنريشن بيلف معاهم، وعندنا الكنترول بتاع الحركه وبتاع اصدار الاكس راي، وادي البري بيشنت كوليميتر اللي قلت لكم عليه. وفي كمان قبل الديتكتور هنا في كمان بوست بيشنت كوليميتر. المالتي لود ديتكتور مش بقى ديتكتورز اللي بنتكلم عليها في الاكس اكسس، بنتكلم على ديتكتورز موجوده في الزد اكسس. كنا زمان في الصور العاديه كنا بناخد مقطع مقطع، دلوقتي اكس راي بتلف وعندي 8 12 16 32 64 ديتكتور. وهنا في نقطه مهمه في الدايركشن، واحنا باصين على الجهاز بتاع الاشعه المقطعيه واحنا بنصور، واحنا بنبص لجهاز الاشعه المقطعيه قدامنا كده، دي اسمها الفان انجل اللي قلنا ما بين الجيل الثاني والجيل الثالث، تحولت من 10 درجات الى 45 ل 55 درجه. في المالتي لود ديتكتور بقى في حاجه مهمه جدا، ايه بقى؟ ان بقى في عندنا واحنا بنبص للجانتري من الجنب، يعني كده ببص بروفيل للعيان اللي نايم، الاكس راي تيوب دي ليها حاجه اسمها كون انجل، لان زمان الكون انجل كان صغيره جدا، عشان كده كنا بنعمل بري بيشنت بوست بيشنت كوليميشن، والكون انجل صغيره جدا، فبالتالي قريب، ما يعني خط رقيق او مش تخين قوي، مع البوست بيشنت كوليميشن نظبط السلايد ثيكنس. هنا الكون انجل كبرت، وادانا امكانيه من خلال الكون انجل الكبر دي نقدر نعمل سكاننج لاثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية 12 16 سم في الزد اكسس، في لفة واحدة نعمل كفرج لغاية 16 سم. since the late 1990s ال MDCT based على third generation، قلت لكم خلي بالكم ال third generation ده الأساس اللي هو روتيت روتيت، أوكي؟ هو ده the most important advance in these CT scanners، هو implementation the X-ray detectors that are physically separated in the Z direction. X, Y, Z. X, Y, Z. الكي بنفيتس بتاعت الام سي سي تي، فاستر سكان طبعا، السبيد سريع، ثرو امبروف ثرو بلين ريزولوشن. ليه؟ لانه قدرنا نعمل كواشف رقيقه صغيره، 1 مللي 2 مللي 3 مللي، فبالتالي غير الصور كنا بنعملها زمان للبطن وللحوض، لما كنا بناخد مقاطع 10 مللي، ولو يعني عايزين دقه اكتر كنا بنعمل سكاننج على 7 او 8، لو عايزين دقه اكتر 5، ولو عايزين دقه فظيعه وهاي ريزولوشن كنا بنشغل 2 و3 مللي. باتري يوتيلايزيشن اوف ذا افيلبل اكس راي تيوب باور، لانه نفس التيوب بتطلع اكس راي ولكن بتغطي مسافه اطول في وقت اقصر، فبالتالي استخدام افضل للاكس راي تيوب. والام دي سي تي اولسو اكسباندد انتو نيو كلينيكال اريز ذات زي الانجيوغرافي والكوروناري والاي سي جي جيتنج والكولون وفحوصات كتير والبرفيوجن الى اخره. يبقى زمن تحسين الان بلين ريزولوشن عن طريق الثين سلايس ثيكنسز والماتريكس بتاع 512 512، لانه السنجل سلايس زمان ما كانتش كل الفحوصات بنعملها 512، كان في بعض الفحوصات 512 زي البرين، ولكن كنا بنعمل مثلا لامبر سباين احنا كنا بنعمل سيتنجز نقول لا في اللامبر سباين ممكن نشتغل 320، فيقلل الميموري يعني تقليل الميموري. هنا كله 512 والسلايس ثيكنس 0.5 او 1 ام ام، فبالتالي الريزولوشن بقت افضل بكتير. وبقى عندنا امكانيه نشتغل مع المالتي رو ديتكتور سي تي، بقى في الامكانيه وفتحنا اذهان الناس انه ممكن نشتغل بكيلو فولتات مختلفه. زمان ال 120 كيلو فولت كان هو الاساسي، وفي بعض الاجهزه ال 140 كيلو فولت هو الاساسي، دلوقتي بقينا نشتغل 110 120 و180 و70 و140، وبقى عندنا كل الامكانيات اللي احنا نشتغل بكل التطبيقات بعد استخدام الانرجي الواطي. وبالتالي فتح لنا مجال نعمل انجوز فول بودي انجو ران اوف كوروناري الى اخره. الام زي تي ايفوليوشن، تطور المالتي رود ديتكتور سي تي، سنه 98 ظهر الاربعه سلايسز، سنه 2000 ظهر الثمانيه، سنه 2001 ال 16، سنه 2004 ال 64 سلايس. الحاجه المهمه اللي احنا عايزين نحطها في اعتباركم، انتوا عارفين انه انتوا فاهمين انه لما اجي اقول عندي 8 ديتكتورز لازم اقول 8 ديتكتورز في الديتكتور، وحده الديتكتور كام؟ 8 في نص مللي، 8 في 1 مللي، 8 في 1 و4 1 وربع، بيعتمد على حسب التصميم بتاع الديتكتور وحجم الديتكتور، وده بيحتاج ان الديتكتور يتقطع بشكل رقيق جدا عشان يوصل يديني سلايس سيجنس 0.6 او 0.5.
السلايس ثيكنس اللي موجوده في الماركت فيما يخص الام دي سي تي عندنا 1 مللي ده اكيد، او 1 1.2 ده اكيد، او 1.25 اكيد، 1.21، وبعد كده عندنا 0.6 0.625 0.6 and then 0.5، واقل حاجه موجوده هي 0.5 سلايس ثيكنس. ما عدا في الالترا هاي ريزولوشن سي تي كمان وصلنا لمرحله ان السلايس ثيكنس بقت اقل من ال 0.5، بقت 0.25. ف 2007 ظهر الوايد رينج او وايد فوليوم ديتكتورز، وده ظهر في 320 ديتكتور سنه 2007. والسي دي سيستم وذ لارج اير ديتكتورز كان ايمج ذا انتاير هارت اور هيد اور تشيست ان وان اكسل سكان وذاوت اني تيبل موفمنت. ولو تخيلتوا المنظر قدامنا ده، ان لو ده عايزين نعمل سكان للقلب هنعمل لفه واحده حوالين القلب وخلصت خالص، ما بقيناش محتاجين ان احنا نتحرك بشكل هيليكال او نشتغل من مكان لمكان. ده ممكن نعمله للهيد، ممكن نعمله للهار، تطلع الصوره جيده وممتازه. البنفيتس بتاعت الاشعه المقطعيه متعدده المقاطع كتيره جدا جدا. من ضمن الادفانتجز زي ما قلنا قبل كده، فحص الزمن اقل، البريث هولد اقل، البيشنت ريسبيراتوري ارتفاكت او موشن ريسبيراتوري ارتفاكت بقت اقل، بريستاليسيس موشن ارتفاكت بقت اقل، سلايس ثيكنس بقى ارق. قدرنا نفتح داتا امكانيه نعمل فحوصات للقلب، ودايناميك سي تي نقدر نعمل منه بيرفيوجن سيريبرال وبيرفيوجن اورجان في البادي. التيبيكال ام دي سي دكتور كفرج بتاع مثلا 20 او 40 مللي، ده طبعا يدينا امكانيه نعمل فحوصات بكفرج اكبر في وقت اقل، ونقدر نعمل فحوصات بجرعه شعاعيه كمان اقل زي ما هنشوف. وبالتالي قدرنا نعمل ادي الصور اللي فيها السيريبرال بيرفيوجن هنتكلم عنه بعدين، والديناميك اسمه دايناميك سي تي، دايناميك فوليوم سي تي. اوكي، وقدرنا من خلال الام دي سي تي نشتغل كاردياك ونعمل مايوكارديال بيرفيوجن، وكمان نعمل اورجان بيرفيوجن، يعني ما عندنا امكانيه نعمل كميه صبغه بنديها للعيان وناخد اكوزيشنز دايناميك على الاورجان اللي احنا عايزينه، ونشوف الترويه بتاعه الاورجان دي من البلاد فلو، سرعه تدفق الدم، البلاد فوليوم حجم الدم اللي موجود، التايم تو بيك الزمن لغايه اعلى تعزيز للانهانسمنت، والمين ترانزنت تايم فتره الزمن الانتقاليه اللي موجوده في الكونتراست جوه النسيج، وده بيتعمل على مستوى البرين. اما بالنسبه للاورجنز بتاعت البادي بنركز على البلاد فلو والبلاد فوليوم، وبتطلع حاجه اسمها بيرفيوجن اندكس زي ما هنتكلم عليها بعدين. دي طريقه ثانيه بنستخدم منها الوايد فوليوم اللي احنا قلنا عليه، مقاطع ورا بعضها، حتى ممكن نعمل فحوصات للقلب. وده التكنيك ده بنسميه ستاب اند شوت، يعني بناخد اكوزيشن لفه حوالين القلب، وبعد كده الترابيزه تتحرك، وبعد كده ناخد لفه حوالين القلب الترابيزه تتحرك، وبعد كده ناخد لفه حوالين القلب الترابيزه تتحرك، ونكون الصور بتاعه القلب. ودي بنسميها وايد فوليوم او ستاب اند شوت، ودي بتساعدنا جدا نعمل فحوصات القلب بجرعه شعاع بجرعه شعاعيه اقل، ولكن عشان زمن الفحص شويه طويل يمكن نحتاج نحقن العيان كميه صبغه اكتر من الفحوصات الهيليكال التقليديه. يبقى السرعه بتاعت الفحص مع الجرعه القليله من ناحيه، الهيليكال اسرع في الفحص ولكن الجرعه الشعاعيه هتكون اكتر. مع الام دي سي تي ظهر كمان حاجه اسمها جوال سورس. يعني ايه جوال سورس؟ يعني بقى عندي مصدرين للاشعه، عندي انبوبه وانبوبه. الاول كانت الانبوبه والانبوبه الثانيه، وكان في ديتكتور اي كبير وديتكتور بي صغير. بعد كده عملوا الايرا اللي بعديها، عملوا اثنين ديتكتورز كبار والفرق بينهم 95 درجه، وده ساعد انه الفحوصات تاخد وقت اقل. في مصدرين الاشعه ممكن اشتغل بهاي كي في وبلو كي في زي ما هنشوف بعد ما نتكلم شويه على موضوع الدول انرجي والسبكتر. المقارنه ما بين السنجل سلايس والمالتي سلايس ده مهم جدا. السنجل سلايس سي تي اللي هو مكتوب عليه اس اس سي تي 1 رو، اما الام دي سي تي 4 8 16 32 64 128 الى اخره. في كمان بعض الشركات بتعمل 40 و80 و160 او 300 و320. السكان مود الطريقه اللي بنشتغل بيها، بنشتغل في سنجل سلايس انكريمنتال وهيليكال، وده اخرنا، مفيش حاجه نقدر نعملها بعد كده. وكنا بنشتغل دايناميك طبعا، ولكن الفرق بينه وبين الام دي سي تي عندنا انكريمنتال وهيليكال، وعندنا فوليوم زي ما قلت من شويه، بناخد 4 سم او 3 سم، ناخد لفه 3 سم، نتحرك ناخد لفه كمان 3 سم، اكنه سنجل سلايس،
ثلاثة 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 ثلاثة، بعد كده اجمعهم كلهم كفوليوم واحد. ايمج نمبر طبعا عددهم اقل، الايمج نمبر هنا عدد كبير جدا، سلايس ثيكنس 2 3 4 5 7 8 10، هنا سلايس ثيكنس في الام دي سي تي نص و0.6 و0.8 و1 و1.2 و1.25 و2 و3 و4 و5 و6 و8 و10. السكان تايم نسبيا لونج، سكان تايم شورت. البريث هولد عشان الفحص بتاع الصدر او البطن كان بياخد تقريبا، انا هشتغل انكريمنتال، بياخد حوالي 30 20 25 30 دقيقه على الاجهزه القديمه، كنا بنقول العيان تنفس بشكل سطحي، يعني تنفس نفس خفيف. لما الام دي سي تي بقى موجود، بقينا نطلب من العيان انه يوقف نفسه. مع الهاليكال سكان، مع الهاليكال سكان في حتى في السنجل سلايس كان الفحص بياخد وقت طويل، بياخد تقريبا، كان بياخد تقريبا حوالي 20 25 ثانيه، كان صعب قوي مريض تشست نقول له وقف نفسك 20 25 ثانيه. الام بي ار وال3 دي في السنجل سلايس طبعا لو كواليتي، اما في الام سي تي ايزوتروبيك كواليتي. ايزوتروبيك يعني على السنجل سلايس زي ما كنا بناخد الصور الاكزيال اللي هي معموله ب 3 5 10 مللي ونركبهم على بعض يطلع لنا كورونا سيشن شكله ضبابي خالص، يعني شكله ما يضيفش كتير الصور الاكزيال، وكنا بنعتمد دايما على الصور الاكزيال. اما بالنسبه للدوز، وده اخر فرق بين الاثنين في الجدول ده، ان راديشن دوز في السنجل سلايس لور، اما في الام دي سي تي ففي هاير اكس راي دوز او راديشن دوز. ادي مقارنه عشان راديشن دوز. بص بقى كويس، لو انا هعمل فحص على ابدومن نمبر اوف سلايس 16، او خدنا جهاز اشعه مقطعيه 32، او خدنا اشعه مقطعيه جهاز بتاعنا 64 سلايس، السي تي دي اي فوليوم او سي تي دي اي في في ال 16 سلايس 13، في ال 32 بقى 18، في ال 64 بقى 19، يبقى مع زياده السلايس زي ما قلنا من شويه في السلايس ده، مع المالتي سلايس، حتى في المالتي سلايس نفسه كل ما زاد عدد المقاطع كل ما السي تي دي اي هيكون اعلى، وبالتالي الدي ال بي اللي هو دوز لايف برودكت بشكل مباشر هيحصل له ايه؟ هيزيد 588 717 820. ده فحص الابدومن. فحص الشست برضه نفس الموضوع، 16 32 64 ديتكتور من 11 ل 15 و17. طبعا شايفين الفرق بين الجرعات اللي هنا والجرعات بتاعت الشست. هنا عشان الابدومن فيه اورجنز وفيه سوفت تيشوز وفيه اورجنز، طبعا محتاج ان السي دي اي بتاعه يكون نسبيا اعلى، اما الشست عشان لانج وفيه هواء السي دي اي اقل بكتير. اما في الهيد هتستغربوا بقى، 16 32 64، بصوا بقى السي دي اي عامل ازاي؟ 64 70 75، واو ارقام كبيره. والدي ال بي كمان 1000 و1196 و1300، هنا 1100 1200 تقريبا، وهنا 1300. يبقى نفهمه من اديشن دوز فور ام دي سي تي، جهاز الاشعه المقطعيه 16 سلايس المفروض انه يكون بيدي جرعه للمريض اقل من ال 64 سلايس، الا اذا توفرت الينا دينا الاليات والتقنيات التكنولوجيز في الجهاز اللي بنشتغل على جهاز 64 او 80 او 160، وباستخدام هذه التقنيات نقدر نقلل الجرعه وتكون اقل من اللي انتم شايفينها حتى على مستوى ال 16 سلايس. بعد كده دخلنا مرحله جديده اسمها الجول انرجي. يبقى عدينا مرحله الام دي سي تي ودخلنا في الجول انرجي، والجول انرجي يعني ان يكون عندي اشعه مقطعيه فيها الطاقه بتاعه الاكس راي اللي هي الكيلو فولت، يعني بقت مقسومه لاثنين، عندي انرجي عالي وانرجي واطي. واحنا بنعمل فحص الاشعه المقطعيه التقليدي، الكيلو فولت اللي احنا بنديه للعيان هو ده الغالبيه، نقول مثلا بديه فحص ب 100 كيلو فولت او 120 كيلو فولت، ده مش معناه ان الصوره ما فيهاش ان فيها 70 كيلو فولت ما فيهاش 140 كيلو فولت، ولكن التيوب نفسها هي بتحاول تطلع، بعد كده في فلاتر تخلي ال 120 كيلو فولت هو اللي يعدي، واللي اقل او اكثر من 120 يحصل له فلتريشن عن طريق الفلاتر اللي بتتحط. الديوال انرجي اكوزيشن عندنا في طريقتين، عندنا في طريقه اسمها بروسبكتيف، يعني واحنا بنطلع اكس راي تيوب، بنطلع اكس راي تيوب بيطلع تو انرجيز، وفي عندنا حاجه اسمها ريتروسبكتيف، دي اللي هي عن طريق اكس راي تيوب بتطلع كيلو فولت، بعد كده الفلاتر الديتكتورز هي اللي بتقول انا ازاي اطلع داتا واطيه للكيلو فولت الواطي واطلع داتا من الكيلو فولت العالي. الاكوزيشن تكنيك في البروسبكتيف حاجه عندها اسمها ديوال سورس، شرحناها من شويه، يبقى عندي مصدرين انبوبتين، انبوبه تطلع كيلو فولت عالي، انبوبه تطلع كيلو فولت واطي ويلفوا، وده يطلع هيليكال وده يطلع هيليكال، هيليكال عالي هيليكال واطي، وبالتالي يقدروا يحسبوا منه
ما ذاك ما بين الاثنين وقبل اللو ما بعد الهاي. الهدف الاساسي بالدول انرجي انه ندي العيان نصور العضو ده بكيلوفولتين مختلفين، نقدر نطلع الخط البياني بين الكيلوفولتين المختلفين، اقدر اطلع صور بكيلو فولت اقل بيسموه كيلو فولت ايكويفالنت، واقدر اطلع بكيلو فولت اعلى برضه عن طريق كيلو فولت ايكويفالنت. يبقى عندنا دوال سورس الموجتين، سنجل سورس كونسيكتيف يعني سنجل سورس، وبشكل كونسيكتيف يعني ايه؟ يعني هو بيلف بيعمل دوال سورس، يعمل نص لفه هاي كيلو فولت وبعد كده نص لفه لو كيلو فولت، هاي كيلو فولت لو كيلو فولت، ده بيسموه سنجل سورس كونسيكتيف. سنجل سورس توين بيم، ده معناه الاكس راي تيوب بقى هنا بتطلع اثنين بيمز، بيم عالي وبيم واطي. سنجل سورس سيكونشال يعني الاكس راي تيوب بتلف لفه بهاي كيفي وبعد كده تعمل لفه بلو كيفي، ودي بيسموها ريبيرت. اما سنجل سورس رابيد كيلو فولت سويتشنج، دي كذا شركه بتعمله، ان الاكس راي تيوب وهي بتلف حوالين المريض بتعمل ايه؟ بتعمل عالي واطي، يعني بدل ما الاكس راي تيوب بتكون بتطلع الاكس راي بيب مثلا 120 على طول، لا بيبتدي يعمل كي في سويتشنج بفروقات ملي ثواني، مش بنتكلم على ان كل 3 ثواني، لا ده كل 3 4 ملي ثانيه بيغير الكي في من عالي لواطي. هنا بقى في نقطه قبل ما نتكلم على الرابيد كي في سويتشنج، خلينا اوصل لكم حاجه مهمه جدا. الديتكتورز بتاعت الاكس راي اللي احنا شرحناها من شويه، لو احنا الاكس راي تشوب بتقرا تدي اكس راي والديتكتور بيقرا، لو الاكس راي بتطلع من التيوب دي كونتينوس، الديتكتور ما يعرفش يقرا لان كل الداتا هتبقى بتقري على بعض، ولكن الديتكتور واحنا في الوضعيه دي وبنلف ادى اكس راي، الاكس راي اللي بتديها للعيان انت وانت بتسمع الصفاره بتاعت الجهاز بيقول لك كده، معناه ان في اكس راي، بس هو الاكس راي ده اللي بيطلع من الاكس راي تيوب انترميتنت، فيري رابيد انترميتنت. وعشان كده جوده الديتكتور جوده الكواشف بتيجي منين؟ ان الكواشف لما تتعرض للاكس راي، لان الاكس راي ما هوش بيب، هو بيب 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 بس بسرعه جدا جدا جدا، ان الاكس راي ديتكتور يقرا وبعد ما يحصل له يطلع داتا وينور يرجع للزيرو، عشان لما الاكس راي تقف وترجع تاني يرجع يقرا تاني، لان كده هيقرا كده وبعد كده يقرا كده ويقرا كده ويقرا كده. فاهميه جوده الديتكتور، واحد ان الديتكتور يطلع لايت اوتبوت عالي، يطلع نور عالي وبالتالي يتحول الكترونات ويطلع داتا كويسه. الحاجه الثانيه ان يكون في حاجه اسمها الافتر جلو، افتر جلو نور، جلو يعني يكون في وميض او ينور يزدهر ينبهر يبقى طالع كده، انه الزمن بتاع الافتر جلو يكون قليل، كل ما كان الزمن قليل يبقى الديتكتور يتشع يطلع نور يرجع للصفر، ياخد اكس راي اللي بعديه يرجع للصفر يطلع نور ثم يرجع تاني للصفر. ده بالنسبه للبروسبكتيف تكنيكس. اما بالنسبه للريتروسبكتيف تكنيكس عندهم حاجه اسمها دوال لاير، والجو اللاير هنا عن طريق الاكس راي تيوب بتدي انرجيز مختلفه، السوبرفيشال لاير تقرا اللو انرجي والديب لاير تقرا الهاي انرجي، ويبقى كده عن طريق ديتكتور بيقدر يقرا داتا للفحص اللي اتعمل بالجوال انرجي. الابلكيشن بتاعت الجوال انرجي ممكن نستخدمها في البرفيوجن بتاع البلاد فوليوم، ممكن نستخدمه في الرئه، ممكن نستخدمه في الاورجنز، ممكن نستخدمه عشان نشوف لو كان في بون مارو اديما، نقدر نستخدمه عشان نشوف لو كان في برين هامرج ونشوف اذا كان ده هامرج ولا مش هامرج. في حالات الجاوت نقدر نحسب الترسبات النقرس في المفاصل ايدين ورجلين، ونقدر نستخدمه في حالات الانجو، لانه مع حالات الانجو لما نقلل الكي في زي ما نعرف المحاضره بعد كده عن اللو كي في ابلكيشنز، مع الجوال انرجي اقدر اعمل فحوصات الصبغه بتاعت الشرايين بكميه صبغه اقل وبريت اوف انجكشن اقل، واطلع صوره زيها زي الكي في التقليدي والعادي، وهنا كمان اقدر اعمل بيرفيوجن ستادي لللنج. دي بالنسبه للابلكيشن بتاع الجوال انرجي. بالنسبه للكونكلوجن بتاع المحاضره دي بنقول احنا رجعنا مع بعض اجهزه الاشعه المقطعيه اللي ابتدت من السبعينات الى الاشعه المقطعيه متعدده الشرائح اللي هي الام دي سي تي مع الاري ديتكتورز والدول سورس سي تي. انترستنجلي برغم كل التكنولوجيكال ادفانسز اللي موجوده واول اخره، كل المودرن سي تي سكانرز ار بيزد على الجيل الثالث اللي هو اسمه ايه؟ روتيت جونت. شكرا جزيلا، نلتقي ان شاء الله في محاضرات اخرى ان شاء الله، وبتمنى لكم كل خير، وان شاء الله بحب اطمنكم ان شاء الله ان المحاضره الرابعه هيكون فيها هاندز اون وهتكون لايف، هيبقى في امكانيه ان شاء الله ان احنا نستمع لبعض الاسئله بتاعتكم
ونجاوب على بعض الاسئله اللي انتم بتسالوها، على اساس يبقى في نوع من انواع التفاعل ونقدر نستزيد ونستفيد من خبرات بعضنا. تحياتي، بشكركم واتمنى لكم كل خير وتصبحوا على خير.